الغزو كان ب2/8، كنت 15 وشوي، كملت 16 بالغزو شهر واحد. كنت نايم على اساس انه مسوي جدولي، باكر راح يكون خميس فمسوي جدول كامل راح نطلع ونروح، وعلى ايامها كان مجمع المثنى، مضبط جدولي كامل وكل شيء. صار الخميس الفير واذكر ان ابوي كان يحوس بالبيت ويركض وقومه وغزو غزو، ما ادري يعني شنو غزو. فاللي كان شاغلني بوقتها انه يعني الغزو مثلا نص ساعة ساعة وعقبها برد اطلع بروح المثنى، لان انا مضبط جدولي يعني. قعدت ساعة ساعتين ثلاث، لا شوف الدنيا عفسة وما ادري شنو، والتلفزيون والاذاعة وخبصة بالبيت يعني كانت عندنا. فقعدت بالدوانية وقعدت العب نتندو طول اليوم، واذكر ان ابوي يعني ياني وشافني قاعد العب وعصب وسوالي سالفة، واذكر كنت اقول يعني انا اللي بحرركم، انا مالي شغل بشيء، خلني العب نتندو، عمري 15 سنة. فهذه كانت يمكن ذكرى اول يوم بالغزو، ما كنت فاهم بالضبط شنو يعني غزو، يعني ما مر علي شيء حتى مشابه. فبالنسبة لي كان انه هي اوكي، هو شيء صاير، شيء سياسي، شيء بين الدول، هو يخلصونه اهما. ما كنت فاهم التبعات اللي صارت بعدين. من ثاني ثالث يوم تقريبا، لان كان عندي ناس من اهلي عسكريين، فكانوا يعني الخبصة اللي كانت بالبيت انه فلان وينه، صادوه، لا فلان طلع، فلان قدر ينحاش، وينه، وين موجود. فيعني ايه هني بديت استوعب انه لا هذا شيء كبير، هذا شيء وايد شايد، مو السهالة اللي كانت ببالي انه غزو ساعتين ثلاث او مشكلة على الحدود مثلا. اللي قاعد يحصل انه هذا احتلال بلد، ما في الشرطة اللي انا متعود عليهم، الجيش، انت جيش ثاني دش عليك، خلاص قمنا نشوف الجنود العراقيين بمناطقنا بالمخفر ما ادري وين. ايه هني بدت الفكرة انه الشيء اللي صاير هذا شيء غريب وما مر علينا، فشلون نتعامل معه؟ يعني الشخص اللي كان يطلع من البيت بحزتها اللي هو أنا، يعني أبوي ما كان يطلع، يمكن كان المسجد وهذا ويرجع، خوالي ما كانوا يطلعون بحكم أنهم عسكر. يعني أول أيام الغزو أذكر أنا وياي ربعي أعمارنا 15-16، الكبير فينا يمكن كان 17، إن وانتي كرام الأزبالة تيمعت عند البيوت وهالكلام، فبدينا نشيلهم ونحطهم بنساف. زين ما فينا ولا واحد عنده ليسن ولا واحد بحياته ساق نساف. فأذكر واحد من ربع يعني قال أنا أعرف أسوق وكل شيء، ودش بطوفة بيت وبنينا الطوفة مرة ثانية. ما طولت بموضوع شيلة الزبالة وانتي بكرامة، عقبها اشتغلت بالجمعية، جمعية صباح السالم. صار موقف مع واحد من الجنود عقب فترة وطلعت من الجمعية، وقتها أنا ما أدري يعني، قال لي واحد من ربعي قال لي ترى يدورونك عقب الموقف اللي صار أمس، يمكن جاي يقص علي، يمكن كذاب، هو مو موقف يعني. يعني أنا أدري كل الناس يحبون يقولون هم كانوا مقاومة، أنا ما كنت مقاومة، أنا ما يشغل، أنا كنت أشتغل ياهل وأشتغل بجمعية، بس ما رحت الجمعية من يومها. رحت اشتغلت محل نذبح دياي، فظليت أذبح دياي ليه تقريبا الحرب الجوية. هذه من الوظائف الممتعة بالنسبة لي، وايد تعلمت منها. كنا نشتغل بالجمعية، فمن ضمن الوظائف مثلا اللي كنا نسويها والشغلات اللي كنا نسويها ان نسعر الأغراض. فأذكر كان في علاقة صغير اللي تعلق وانت بكرامة ورا باب الحمام، اللي يعلقون عليه الفواطي، يعلقون عليه الهدوم. فيونا ثلاث جنود عراقيين، كان يقول لي واحد فيهم قال لي بكم هذا، قلت له بالرقم مو مكتوب عليه، كان يقول لي ما عليه رقم. فقعد اقول له انه شوف اللي يمه، اكيد اللي يمه عليهم يعني، اللي من نفس الرف اللي خذيتهم منه اكيد اللي يمه مكتوب عليهم، يعني احنا مو ناسينهم كلهم. كان يقول لي ايه تدري السالفه فيها حلال وحرام، هذا الجندي يقول لي، واقف يمي واحد من ربع، رفيجي مسحوب من لسانه، وهذا يعني اخو دنيا ولا زال، واتمنى انه قاعد يشوف الفيديو لانه راح يتذكر بالضبط السالفه. فهو قال حق الجندي العراقي والله زين تعرف الحلال والحرام، بس قالها بنبره يعني وايد واطيه، صوت المفروض ما يسمعه الجندي. الجندي سمعه، تسنت اذكر على الرف، وكان وراي نفس بايب حديد، تسنت كان امسك البايب. هي مو شجاعه بس يعني هذا رفيجي من وانا ياهل، انا ما عمري خليته ولا هو بعمره خلاني، اذا رد على الجندي بدخل، ما راح نوصل باب الجمعية، يعني أدري إنه ما راح نوصل باب الجمعية. وقاعد أدعي بيني وبين نفسي إنه يا الله ما يسوي شيء، وفعلا ما سوى شيء. قال حق صاحبي الجندي يعني سوى له موقف خايس، وقال له قال له إحنا نعرف الحلال والحرام زين، وطلعوا. هذا الموقف بعد التشفير، يعني وايد مواقف انحفرت بمخي. يعني واحد من المواقف السيئة يعني اللي ما أقدر أنساه، جاتنا فترة قررنا أن نبي نطلع، فيا شخص قالوا أن هذا أمس جاي من السعودية، فدليله ويدل الطريق بيودينا السعودية. لحقنا، إحنا كنا على جمس، إذا خففت على الرمل ناعم يغرز، فمضطرين ندوس. يعني مرينا على ريال وزوجته وياهم ياهل صغير مغرزين،
القاهر انك ما تقدر توقف، لا اذا وقفت السيارة اللي انت فيها متروسة حريم ويهال وعوائل، فبدال ما هم ثلاثة انتوا راح تصيرون 16 شخص. لكن هذا موقف ما انساه، ان تشوف الشخص محتاجك وما انت قادر تسوي له شيء. واحد من المواقف الغبية يعني بصراحة اسميها مواقف غبية، اثناء الغزو احنا مجموعة شباب يعني، يعني عقب فترة من الغزو يمكن ثالث شهر او رابع شهر قمنا نجمع ربعنا ونسوي مباريات نلعب كرة. الحين الجنود العراقيين موجودين يعني بعيد عنك يمكن 200 متر 300 متر اللي هي نقاط السيطرة والتفتيش العراقية، واحنا قاعدين نلعب كرة ويشوفونا وما لهم شغل فينا. تهاوشنا بالمباراة قمنا نطق بعض بالمباراة. يعني صدق عقلية مراهق، عقلية شباب يعني، انت غزو ودنيا والناس قاعد تموت وتنذب، انتوا قاعد تهاوشون على مباراة بلنتي ولا مو بلنتي، الحكم ليش ما حط فاول؟ فيني احسها موقف يضحك وبنفس الوقت موقف غبي. يعني اثناء الحرب الجوية طبعا خلاص يعني وقفنا اللي هو شغل محل الدياي، قعدت بالبيت، طلعاتي كانت مجرد اني اروح المسجد صلي وارجع انا ووالدي. بيوم من الايام صلينا الجمعة، طلعنا من صلاة الجمعة كان يمسكني ابوي قال لي رد البيت يقولون قاعد ياخذون الشباب. ما يدش العقل الكلام يعني ليش ياخذون الناس، وبوقتها رد قلت يعني انا مراهق 16 سنة عمري ومتعلم على الجنود كل مكان واشتغل كل مكان وعادي عندي، فما دش بمخي هالكلام. فقلت له ان شاء الله وظليت اسولف مع واحد من ربعي. كنا بممر يم المسجد، فانا عند اول ممر، ابوي كان يحاكي اثنين ثلاثة على نهاية الممر الناحية الثانية، كان تصفط سيارة، كان ينزلون جندي وضابط، واحد بيده رشاش واحد بيده مسدس، ويرفعون على ابوي واللي وياه السلاح ويركبونهم السيارة ويحركون فيهم. يعني خذوا ابوي قدامي وانا واقف اطالع ماني قادر اسوي اي شيء. شافني الجندي ناداني، وطبعا انحشت يعني وقتها 16 سنة وضعيف وسريع وكله لعب وكله هذا، فقبيت. وصلت البيت كانت تقول لي امي ابوك وينه؟ لها ما ادري ما شفته. فطبعا عقب يعني عقب هالسالفة فترة طويلة تقول لي امي تقول لي يوم سألتك ليش تقول ما شفت ابوي؟ يعني بوقتها قلت لها ما ادري، ما لقيت انه بيوصل بغداد. يعني الحرب البرية مبدئيا انا كنت شيطان، كان عمري 16 سنة وكنت ادخن ابي سجاير، واذكر كان في واحد يبيع سجاير بيني وبيني يمكن 3-4 فرجان، وما ابي اقول حق احد اني رايح بشتري سجاير لان ايام الحرب البرية ممنوع اي احد يطلع بالشارع على طول ينسحب. كان اطلع من البيت واتسحب بالسكيك وبين الحدايق وبين ما ادري شنو، واتسحب لين رحت حق الشخص هذا حتى طقيت على الباب، وقف قلبه عباله جنود عراقيين. شريت منه سجاير ورد، بس رديت مو بحرص يعني، رديت قاعد اتمشى عادي، انه ما مريت وانا رايح، لما مريت على جنود ودش مثل سكه شي ضيجه واللوانيت عراقي وفي جنود اثنين نازلين واقفين يم الوانيت، فانا طلعت بويهم كان يناديني انحشت، فلحقني اسمع صوت رمي، ما ادري هو علي هو بالهواء هو ما ادري، بس قاعد اركض وتخشش بين السيائر وكذي. والناس ما قلت لك عمري 16 سنه وطول حياتي متعلم على الركض بين لعب كرة وبين ما أدري شنو، ما أنصات وكملت على ما وصلت البيت دشيت على طول. طبعا ما رحت سيد البيت اللي كنا فيه يعني، لو بيلحقوني بيملون وبيهدوني أدري، افتريت كل الفرجان يمكن اللي بالقطعة، يلا رحت البيت اللي أنا أردي فيه وما رحت حتى من الباب، شقحت الطوفة ودشيت عليهم داخل. هالسالفة ما دروا فيها إلا عقب التحرير، إن زين ما أذبحوك زين ما أدري، ووقتها يعني إن راح تشتري سجاير. أول ما دريت الصبح فانا خلاص تحررت، قالوا تحررت، طبعا على طول كان اطلع واطير المخفر ادور ابوي، انا ما ادري وين ابوي، فرحت المخفر على طول واشوف ولا في شباب كويتيين من المقاومه وغيره وكذي وماخذين المخفر. فاذكر جيت بدش اقول لهم في ضابط اسمه كذي كذي ابي، ايش تبي فيه؟ قلت لهم ابي ايش عندك؟ قاعد يحاتوني الحين شباب المقاومه اللي موجودين، ايش تبي فيه؟ قلت لهم هذا ماخذ ابوي. فقالوا ابوك يبا متى خذوه؟ قلت لهم فلاني، قال هذول بالبصره اثاري الظاهر رحلوهم بنفس اليوم اللي خذوه، رحلوهم باصات للبصره او ثاني يوم يمكن، وانا كنت على امل ان القى مثلا ابوي او انه يقول لي هذا وين وده. تفاجات حزت انه قالوا بالبصره. طلعت من المخفر رحت بيت خالي اللي كنت اشتغل انا وياه بمحل الدياي، اذكر خالي حتى ما كان يدري ان الكويت تحررت، فكنت اطق الباب مو راضي يبطل لي، يبا انا ولد اختك تحررت الديره خلاص. وطبعا بعد التحرير اللي هو صار حرق ابار النفط، فصار عندنا اللي هو يسمونه المطر الاسود،
تحرير كان بشهر 2 اشتى ومطر، وكانت السماء كلها سودة من النفط، من حرق آبار النفط. فكان لما ينزل مطر ينزل مطر مع نفط، فهدومنا انتلفت، ما ادري شنو، البيوت، السيايير. وظلينا فترة معينة، يعني مو يوم يومين ولا اسبوع اسبوعين، على هالحالة اللي هو مطر اسود ويحرق العين اذا حاش عينك وشي. فتأذينا فعلا، بس لان تحررنا فما كان، يعني ما كان شيء مزعجنا بصراحة. خلاص الجيش الكويتي والدبابات والامريكان والسعوديين والقطريين كل الدنيا ويانا، فمحتفلين معانا، خلي يصير مطر اسود، خلي يتلف هدومنا عادي. على الرغم من هذا، على الرغم من انه كان ما في كهرباء، البيوت كانت على جنريترات، اللي عنده جنريتر تمام، اللي ما عنده على شموع. والحمد لله رحمه من الله ان الجو كان حلو، كنا بلشته، وايد من البيوت كان عندهم مكاين او جنريترات، وبعض البيوت ما عندهم، فعلى الشموع. الماي يوم تحصل يوم ما تحصل، تقتصد بالماي كثر ما تقدر. يمكن الشغله الزينه اللي انا اشوفها انه حزتها ما كان عندنا التلفونات اللي موجوده الحين، ما عندك تلفزيون، ما عندك شيء، فكعائله تقعدون مع بعض تسولفون مع بعض، يعني ما عندكم شيء تسوونه، فحاطين شمعه شمعتين ثلاث قاعد تسولفون مع بعض. وايد تعلمت ماكو شيء يدوم، لا الحزن يدوم ولا الفرح يدوم. تعلمت نعمه الماي لما تبي تسبح. الحين احنا قاعد نبطل الحنفيه ونبطل الشاور، ونقعد نص ساعه، في ناس يقعد يمكن ساعه تحت الشاور. انا كنت اتسبح بجدر واحط مقراف لان ماكو ماي. وايد وايد اشياء. الاكل الحين نطلب اكل حق 10 انفار اللي ياكلون 3، ونقط اكل 7 انفار. بوقتها ما كان فيه، الحمد لله كنا بخير ونعمه، لكن انا اقصد كنا مقتصدين بالاكل وايد، لانك ما تدري ليمتى عندك هالاكل، ليمتى راح يدوم. فلا وايد علمتني فتره الغزو، وايد علمتني اشياء. علمتني ان لا تشوف نفسك على حد. ارد اقول لك، انا اشتغلت اشيل الزباله، ما نزل من قيمتي شيء. اشتغلت اذبح دياي، اشتغلت بالجمعية أشيل وأنزل أغراض وأسعر. فلما أروح الحين الجمعية مع عيالي مع أهلي، لما أروح الجمعية ما أستصغر العامل اللي قاعد ينزل الأغراض، ما أنا كنت مكانك. والوضع أنه بنفس الجمعية بنفس الغرفة اللي أنت قاعد تنزل فيها الأغراض، أنا كنت قاعد أنزل الأغراض فيها قبل 30 سنة. أنا اللي كنت أنزل الأغراض وكنت أحطهم بالزاوية اللي أنت قاعد تحط الأغراض فيها الحين، وكل شيء. لما أشوف عامل النظافة شلون يشيل، ما هو أنا كنت مكانك، أعرف يعني، أعرف. والضايق لما ييني كيس مبطل، كيس مو مربوط ولا مشقوق، ولا ما أحتقر الشخص هذا. وأحس هذه شغلة يمكن قاعد أفتقدها بالأجيال اللي جات بعدين، ما يطالعون الموضوع نفس ما أنا أطالعه ونفس ما جيلي. مو عيبا بجيلهم، لكن الوضع اللي نحطينا فيه إحنا وضع استثنائي. المواقف اللي مرت علي أثناء الغزو، شفت وايد جثث، يعني شلت بيدي أشلاء وإقطع، وتعاملت وايد مثلا مع الجنود العراقيين سواء بالجمعية أو محل الدياي. أو يعني من ضمن الأمور مثلا عندي ناس من ربعي كبري واستشهدوا بالغزو، لأنه كتب على طوفة ولا لأنه ما أدري شنو، فيعتبر قلبك نوعا ما مات. ردات الفعل عندك أن الفرحة ما تصير فرحة أوفر عندك، أنت من داخل مستانس، بس الرياكشن مالك ما يصير أوفر، لأنه أنت تحس أن في شيء داخلك مات، خصوصا أنت بهالعمر الصغير. قلبك يكسى، قلبك يبس يعني. وهذا يمكن مو ينطبق علي أنا، يمكن ينطبق على كل جيل اللي كان نفسي. يعني لما أشوف الحين وإحنا كبار، لما أشوف وضعهم وأسولف وياهم وأتعامل وياهم، تقريبا كلنا اللي كنا موجودين واللي شفنا وشوي ردات فعلنا يسمونها جامدة، هي مو جامدة بس لأن شفنا وايد، صدق شفنا وايد. الله لا يحط أحد بالوضع اللي نحطينا فيه، وكل واحد يقدر يقول أنا لو يصير معاي كذي راح أسوي كذي، بس وقت الصجية يتغير هالكلام. شفنا ناس كنا نعتبرهم من أفضل الناس، وشفناهم يعني معرفتهم ما تشرف، ومع أن كنا نشوفهم من أفضل الناس. وشفنا ناس العكس، كنا نشوفهم ولا شيء، تفاجأنا أن هذيل اللي يتسند عليهم.